المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري خارجية مصر وإسبانيا، وتصريحاتهما الإعلامية عكست توافقا في الرؤى حول القضايا العربية والإقليمية، لا سيما فيما يختص بالأوضاع في ليبيا وشرق المتوسط. هناك دول عززت من خلال دعمها لعناصر وميليشيات متطرفة من الصراع وأدت إلى مزيد من التوتر. هناك دول تتدخل في ليبيا ليس من منطلق حماية أمن الشعب الليبي، ولكن من منطلق سياسات توسعية وليس لها مصالح ومصالح مباشرة تقتضي مثل هذا التدخل. تحدثنا عن التوتر في منطقة شرق المتوسط. هذا التوتر وفقا لوجهة نظر يمكن حله من وجهة نظر أسبانيا، لا يمكن حله بوفق إجراءات أحادية ولكن من خلال التفاوض. وفي سؤال للتلفزيون المصري حول الأوضاع في لبنان، أكد الوزيران سعي بلديهما الدؤوب للتقريب بين وجهات نظر الأطراف هناك بما يصب في مصلحة الشعب اللبناني شقيقة. نحن نتطلع طبعا بعد ما عانت لبنان من أزمة الكوفيد وأيضا الآثار المترتبة على الانفجار في المرفأ بيروت والوضع الاقتصادي العام، أن تستطيع أن تصل إلى حكومة قادرة على التصدي للتحديات العديدة وأن تلبي طموحات الشعب اللبناني الشقيق. أسبانيا تشعر وتشارك وتضامن كبير مع لبنان في هذه الأوقات الذي يعاني أيضا بالإضافة إلى الجائحة إلى أزمة اقتصادية كبيرة وأزمة اجتماعية وأزمة ثقة، وتشاركت معهم أيضا معهم ومع مسؤولين من المجتمع المدني الذين التقيت بهم. رغبتي في أن نرى تشكيل حكومة في أقرب وقت. وخلال اللقاء الثنائي بين الوزيرين ثم اللقاء الموسع بحضور وفدي البلدين، أكد الجانب الإسباني ضرورة التفاوض لحل مشكلة سد النهضة الإثيوبية، وأشادت الوزيرة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر وتمكين المرأة. يأتي هذا فيما ناقش الجانبان التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والسياحة وتحضيرات مؤتمر الاتحاد المتوسطي القادم في برشلونة. تم التوقيع كذلك على مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وتأتي هذه الزيارة في إطار التشاور المستمر بين القاهرة ومدريد لتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط في ضوء دور مصر المحوري كركيزة للاستقرار والأمن في تلك المنطقة. من قصر التحرير، شريف رضوان، التلفزيون المصري.